انهيار أسعار الدواجن يهدد استمرارية صغار المزارعين. تشهد أسعار الدواجن انخفاضا ملحوظا في الأسواق منذ نحو أسبوعين، ويتوقع أن يستمر الانخفاض عدة أيام أخرى. ووصلت الأسعار إلى ما دون سعر التكلفة على المزارعين، الأمر الذي يهدد بانهيار بعضهم. للحديث أكثر حول هذا الملف الذي يهم الرأي العام الفلسطيني، نستضيف اليوم معنا في الاستوديو الأستاذ عباس ملحم، المدير التنفيذي لاتحاد المزارعين الفلسطينيين، كما سينضم إلينا عبر الهاتف بعد قليل الأستاذ عبد الحكيم فقهاء، رئيس مجلس إدارة شركة دواجن فلسطين. أستاذ عباس، بداية، ما الذي يحدث في ملف الدواجن؟ يعني منذ أكثر من شهرين كان سعر الكيلو وصل إلى 21 شيكل، اليوم تحكي عن 6 و7 و8 شيكل، شو اللي عم بيصير؟ أولا صباح الخير إليك وجميع المشاهدين والمتابعين لهذا البرنامج الرائع في وطن. يعني صديقي العزيز، بتعرف هذا الملف أكثر من مرة سلطنا الضوء عليه، وسنبقى نسلط الضوء عليه طالما لا توجد آلية لتنظيمه، من ثلاث يعني مراحل حسب نحكي عنها خلال الحديث. ولكن ما الذي يجري الآن؟ الذي يجري الآن أنه عندنا كميات عرض في السوق فائضة عن قدرة الاستهلاك، وهذا له أسبابه. أيضا سنتطرق لهذا الموضوع خلال اللقاء. إحنا اليوم عندنا إنتاج في اللحوم البيضاء ما بعد الأزمة السابقة بكميات بتزيد عن حاجة السوق ب40%، وهذا طبعا عرض وطلب، كميات دجاج كثيرة والاستهلاك كما هو، بالتالي صار العرض كثير والطلب عليه كما هو معتاد، وبالتالي الأسعار انخفضت. قبل شهرين كانت الأسعار وصلت 21 شيكل لكيلو دجاج، وقبل الشهرين بشهرين كان في انهيار بأسعار الدواجن، وقبلها بأربع خمس شهور كان في صعود في الدواجن. فهذا قطاع يتخبط وسيبقى يتخبط كما هو بهذه الحال، ويعاني فيها المزارع أحيانا ويعاني المستهلك أحيانا. إما يعاني المزارع من بيع الدجاج أو اللحوم البيضاء ما دون سعر التكلفة، وبالتالي خسائر فادحة في أوساطهم كما يحدث الآن عفوا، أو بأسعار باهظة جدا كما حدث قبل شهرين تقريبا ويعاني منها المستهلك. هذا التخبط يحتاج لآليات تدخل تنظيمية. طيب أستاذ عباس، بس عشان المشاهد بالضبط يعرف تفاصيل، ليش نزلت مرة واحدة الأسعار؟ نزلت مرة واحدة الأسعار لأنه بعد الأزمة اللي صارت، بتذكر قبل شهرين لما ارتفعت أسعار الدواجن بأسعار جنونية، صارت بأسعار جنونية كانت حتى مش بمقدور المواطن المتوسط الدخل، مش الدخل المحدود، أنه يشتري الدجاجة، صار سعرها قد سعر كيلو اللحم. صحيح. كان سببها أنه ما فيش بيض للتفريخ في الوقت هذاك، وكان في مرض أصاب البيض، وحتى إسرائيل كانت معلنة عن السلمونيلا اللي اكتشفوها في البيض وما إلى ذلك، صار في شح في البيض، بالتالي في قلة في الإنتاج لأنه فيش بيض تفريخ. بعد ما انتهت أزمة البيض فتح السوق على الاستيراد ضل بيض، للأسف دخل البلد بيض، وهنا يعني هذا سؤال يجب أن يعود للحكومة، مسؤولية، ليش هيك صار؟ ليش ندخل على البيض على البلد حسب ما بيقول المزارعين والفقاسات ما مجموعه 6 مليون بيضة، في حين كل ما بنحتاجه لا يزيد عن 4 مليون بيضة؟ يعني في فائض 2 مليون بيضة، في فائض 2 مليون بيضة، وين دول رحن؟ هذا كله راح على السوق تفرخ وتفقس بالفقاسات، والفقاسات طبعا همها تبيع الصوص في مدة زمنية، كمان محكومين في المدة الزمنية، طبعا ما بيقدر يخلي الصوص عنده، هذا بفقسه اليوم وثاني يوم ببيعه، واحيانا بنفس اليوم. الفقاسات همها تبيع الصوص اللي عندها لما فرخته، وبالتالي صارت هي تتصل على المزارعين، تعال بس قيم من عندي الصوص. وأقول لك يعني بعض الفقاسات قالت تعال خذ بنص السعر، بعضهم قال تعال بس قيم الصوص يعني. واللي ربى بالفترة الماضية وخسر حاول يعوض، فصاروا يأخذوا الصيصان ويربوهن على أمل أنهم يعوضوا خسارات سابقة متراكمة من سنوات طويلة. يعني ما زال اليوم في خسارات في هذا القطاع بالملايين، وأنا بعرف حالات لمزارعين الآن هم في المحاكم على شكات راجعة. هذا السؤال بالضبط اللي كنت بدي أسأله أستاذ عباس بعد إذنك. يعني لما نحكي عن صغار المزارعين، قديش تأثروا في هاي الأزمة ما بين شهرين، ما بين الارتفاع الجنوني ومن ثم الانهيار؟ يا صديقي، صغار المزارعين دافعين الضريبة طول الوقت. هو بتفكر قبل شهرين لما كان الدجاج مرتفع أسعاره ب20 و21 شيكل، هو اللي كان مستفيد صغار المزارعين؟ مش صغار المزارعين، ولكن كبار المحتكرين لهذا القطاع.
المحتكرين الذين يتحكمون بسلسلة الإنتاج من الألف للياء، اللي عنده أمهات الدواجن، واللي عنده الفقاسات، واللي عنده الأعلاف، واللي كمان بربي، واللي بنافس المزارع على التربية، هذا اللي عنده القدرة على التحكم بالسوق وأسعاره بطريقة أفضل وأكبر مما هي عند المزارعين الصغار. لما يرتفع السعر اعرف انه المزارع الصغير انضرب. وبعدين بالأزمة السابقة بهذه بتجليات مظاهر الاحتكار بهذه الطريقة، 70% من صغار المزارعين أصلا خرجوا من مربع الإنتاج يا صديقي، خرجوا من السوق تقريبا، خرجوا من السوق من مربع الإنتاج لا، وخرجوا بمديونية عالية، والآن بيعانوا في المحاكم، واللي جزء منهم راح بيشتغل في إسرائيل اليوم عامل مشان يسد الديون اللي عليه تراكمت من وراء الخسارات. وإحنا كنا قد حذرنا سابقا أنه إذا ظل القطاع غير منظم بهذه الطريقة سيأتي يوم تكون اللحوم البيضاء محتكرة بإيد 4-5 منتجين كبار في هذا البلد أو شركات احتكارية. هذا بدفعنا للسؤال، وين الحكومة من هذا الموضوع؟ نعم، وين الحكومة؟ دور الحكومة في هذا الموضوع يجب أن يكون تنظيمي. تنظيمي. واحد، إحنا إلنا فترة بنشتغل وبنحكي عن المجالس الزراعية التخصصية القطاعية. واحد من هذه المجالس مجلس الدواجن، واشتغلنا مع وزارة الزراعة للأمانة بمسؤولية عالية في الحكومة الحالية، وتمكننا إحنا وياهم، إحنا والمجالس الزراعية ووزير الزراعة، من الانتهاء من مسودة قانون للمجالس الزراعية، ومنها مجلس الدواجن. وهذه المجالس منوط بها مسؤولية تنظيم قطاعاتها التخصصية. المجالس بتمثل مين؟ كل مجالس تخصصية. مثلا مجلس الدواجن بيكون لقطاع الدواجن. كل من يعمل في التربية والإنتاج ومدخلات وكذا بيكون ممثل في هذا القطاع. هذا القطاع عليه مسؤولية تنظيم قطاعه الدواجن. الحليب عليه مسؤولية تنظيم قطاع الحليب من حيث التسويق والإنتاج والتعاقدات والتحديات وكل هذه، والعنب والفواكه والخضار وما إلى ذلك، في مجموعة من المجالس الزراعية. وكنا قد توصلنا بدعم وتعاون كبير مع وزير الزراعة ووزارة الزراعة والإدارة العامة للمجالس الزراعية في وزارة الزراعة على مسودة قانون. مسودة القانون بعد ما تم التوقيع عليها من الوزير نفسه ومن المجالس الزراعية وصلت لمجلس الوزراء للمصادقة. مجلس الوزراء صادق عليها، وبعد ما صادق عليها مجلس الوزراء الآن هي أين هذا القانون؟ عند الرئيس. إحنا بنتمنى وبنتأمل عاليا، ومن خلال برنامجك شد حيلك يا وطن هذا الصباح بدنا نبرق مناشدة لسيادة الرئيس بسرعة إقرار هذا القانون على شكل قرار بقانون، حتى تتمكن كل القطاعات التخصصية من العمل والتنظيم. تخيل لو هذا القانون صادر والمجالس التخصصية تكون بدورها، لكان اليوم مجلس الدواجن قادر على ضبط إيقاع الإنتاج وضخ المنتج في السوق حسب احتياجاته. طيب أستاذ عباس، خلينا نسمع أيضا من الأستاذ عبد الحكيم فقهاء، انضم الآن معنا عبر الهاتف رئيس مجلس إدارة شركة دواجن فلسطين. سعد صباحك أستاذ عبد الحكيم. صباح الخير لكم جميعا. أستاذ عبد الحكيم، احنا عم بنشوف الانهيار في أسعار الدواجن في الأيام الأخيرة في السوق الفلسطيني، وإحنا شهدنا ارتفاع جنوني قبل نحو شهرين في أسعار الدواجن. شو اللي عم بيصير في هذا الموضوع؟ صحيح، احنا يوم الارتفاع احنا حذرنا أصلا في حين وقلنا إنه هذا قطاع يعني يتعرض لتقلبات شديدة بالعرض والطلب، والارتفاع ما كانش بفعل فاعل، خلينا نحكي كان نتيجة سببين. السبب الأول كان نتيجة الارتفاع الكبير بالتكاليف، نتيجة التطورات اللي صارت بالعالم في موضوع الحبوب وموضوع النزاع في شرق أوروبا، هذا جانب. والجانب الثاني هو الأكثر مباشرة والأكثر تأثيرا، اللي هو موضوع تقلبات اللي بتصير في العرض والطلب. قطاع الدواجن قطاع لا يتحمل تقلبات حادة بالعرض والطلب، وما في طريقة لامتصاص الخلل اللي بيصير في التوازن ما بين العرض والطلب إلا من خلال السعر. إذا نقص العرض، لأن الطلب ثابت عادة بقطاع الدواجن، الطلب ما في تقلبات حادة، في يعني بيطلع 3% 4% بينزل 3%، لكن التقلبات تكون في جانب العرض. إذا نقص العرض ترتفع الأسعار بشكل كبير، وإذا زاد العرض تنخفض الأسعار بشكل كبير. اللي حصل حقيقة إنه بعد التفريق الخصوص اللي كان مقطوع لفترة طويلة نتيجة ظروف إلها علاقة بإنفلونزا الطيور بفترة معينة، توفر هذا بعد التفريق بكميات كبيرة بالسوق الإسرائيلي، ويتم الآن ضخها للسوق الفلسطيني إما من خلال تصاريح من وزارة الزراعة الفلسطينية أو من خلال التهريب. يتم ضخ كميات كبيرة من السوق اللاحم عمر يوم ومن بعد التفريق من السوق الإسرائيلي للسوق الفلسطيني بدون أي تدخل حقيقي من قبل الجهات المنظمة لهذا القطاع. ما دام في كميات كبيرة من الصوص وبر التفريخ، للأسف ستبقى الأسعار منخفضة. وإحنا يعني إذا نشوف الصورة اليوم، إحنا بنحكي إنه بنباع الدجاج باب المزرعة 5 شيكل ل 5 شيكل ونص، وتكلفته هو
وتكلفته لا تقل عن 8 شيكل بأي حال من الأحوال. طيب وبالتالي هناك 3 شيكل بيخسرها المزارع مباشرة في كل كيلو دجاج يتم بيعه بالسوق الفلسطيني. طب اليوم أستاذ عبد الحكيم كنا نتحدث أنا والأستاذ عباس أيضا في الحديث عن التدخلات الحكومية في هذا السياق، يعني فتح السوق أمام كميات كبيرة من البيض لنحو 6 مليون بيضة بينما السوق يحتاج ل 4 مليون، هناك 2 مليون فائض. أنتم في قطاع الدواجن قديش هذا عم بيهدد مستقبل هذا القطاع؟ للأسف أولا من سيتضرر الأكثر تضررا في هذا القطاع هو الحلقة الأضعف وهو المزارع الفلسطيني. دائما الحلقة الأضعف هو المزارع الفلسطيني، هو الذي سيتضرر وسيتضرر بشدة، لأنه بالنهاية حتى لو اشترى الصوص بسعر منخفض لكن العلف تكلفته ما زالت مرتفعة وسعر البيع منخفض جدا بالنسبة للدجاج، وبالتالي الفارق لا يستطيع تحمله هذا المزارع. يعني إذا هذا الموضوع لم يتم الخروج منه خلال أقل من أسبوعين، أنا بقول لك سيكون هناك أثر طويل المدى على المزارع الفلسطينية من جهة من خلال أنه خروج صغار المزارعين وهم النسبة الأكبر بالسوق الفلسطيني، خروجهم من هذا القطاع، والثاني أنه خروجهم سيؤدي لانخفاض الكميات، وبالتالي فضلا نتعرض لهجوم آخر من المستهلكين وجمعيات حماية المستهلكين سترتفع الأسعار. يعني هذه التقلبات ليست صحية لا للمواطن الفلسطيني ولا للمزارع الفلسطيني ولا للحكومة الفلسطينية أيضا، أنها أيضا ستتعرض لضغوط بهذا الجانب. إذا للأسف يعني التدخلات الحكومية يجب أن تكون وفق سياسي دائمي، ليست إطفاء حرائق أبدا، ليست إطفاء حرائق. اثنين، تكون أدوات حقيقية للتدخل، لكن للأسف لا يستخدموا لا أدوات حقيقية ولا أدوات يعني خلينا نسميها صورية يعني متفرجين. يعني حاليا للأسف وزارة الزراعة مش لمسين أي دور لهم بإعادة تنظيم هذا القطاع. هذا اللي كنت بدي أسأله أستاذ عباس، أرجع أن تبقى معنا قليلا أستاذ عبد الحكيم. أستاذ عباس، يعني الحكومة مش عم بتشوف كل هاي التغيرات وهاي يعني كل هاي العوامل اللي عم بتواجهها إن كان قطاع الدواجن أو قطاع الإنتاج الفلسطيني بشكل عام؟ في ظل غياب قاعدة بيانات حقيقية وواضحة بتمكن الحكومة تعرف قديش الاستهلاك وقديش القدرة الإنتاجية وقديش لازم يجي على السوق من كميات يتم إنتاجها أو تفريخها على شكل صيصان وإنتاجها في السوق، راح يظل هذا القطاع يتخبط. الموضوع مش بس مربوط في الحكومة، مربوط كمان في القطاع الخاص. والأخ عبد الكريم فوقها قاعد بيحكي، وأنا بتمنى عليه مدام مسامعنا الآن أقول له يعيد النظر بالآلية الاستثمارية لشركة عزيزة ودواجن فلسطين في إطار إنتاج اللحوم البيضاء للسوق الفلسطيني، إذا كان هم المزارع الصغير فعلا بهم القطاع الخاص. لأنه أنا ما بتخيل وجود شركات استثمارية كبيرة تتحكم بسلسلة الإنتاج كلها وتزاحم المزارع في التربية وتنافسه في التربية في حين أنها تمتلك مدخلات الإنتاج اللي بتلزم المزارع للتربية. أنا بتمنى على القطاع الخاص اللي عنده القدرة الاستثمارية يستثمر في المجالات التي لا يستطيع فيها المزارع الاستثمار وهي المدخلات، وهون في قدرة كبيرة عند القطاع الخاص الفلسطيني المسؤول في الاستثمار فيها زي أمهات الدواجن والفقاسات والأعلاف وما إلى ذلك، ولكن يتركوا هامش التربية للمزارعين حتى قاعدة التربية تتوسع وقاعدة صغار المزارعين تكبر ويصير في تكاملية ما بين القطاع الخاص المستثمر في هذا المجال مع المنتج. يعني لو أجت عزيزة أخذت الإنتاج من عند المزارعين للتسويق بيكون تمام، هيك بيزيد هامش اللي بيستفيد. أما مزاحمتهم في التربية ومنافستهم في التربية هذا بسبب إشكال، وما في قدرة عند المزارع يقدر ينافس. يعني قبل شهرين لما كان الصوص عالي، حق دجاج اللحم عالي، كان سعر الصوص 5 شيكل وأجورتين، أعلاف مرتفعة بسبب الحروب اللي صايرة وكورونا وتجلياتها وتداعياتها، فارتفعت أسعار الأعلاف من جهة، والصوص صار بخمسة شيكل وخمسة شيكل وأجورتين، وصار المزارع بده يربي ما بقدر ينافس هذه الشركات الكبيرة اللي عندها الصوص هي بتنتجه عندها بتفقسه عندها والأعلاف هي المصدر فيها، بالتالي القدرة التنافسية بسيطة. القصد هناك تدخلات مطلوب من الحكومة نعم على ضبط كميات ما يدخل على السوق وضبط كميات البيض المستوردة من أجل التفريخ. اثنين، الرقابة على الفقاسات في القطاع الخاص على كميات إنتاجها وقديش بتضخ في هذا السوق. مش معقول يكون السوق منخور زي الغربال وينظم حاله بحاله بدون تدخلات من الحكومة. نعم الحكومة عليها مسؤولية للرقابة والتأكد من أنه كل فقاسة بتنتج حسب البيانات الكمية اللي لازم تنتجها، آخذين بعين الاعتبار عدد الفقاسات الكامل والعام في فلسطين حتى نضمن أن ما يضخ على السوق بعد
35 يوم من التربية لهذا الصوص المفرخ لا يزيد عن حاجة السوق بأكثر من 2%، وهكذا تضبط الأسعار. طيب خلينا نسمع ما بين المستهلك وما بين المنتج. أستاذ عبد الحكيم، في القطاع الخاص قديش أنتم عم تنظروا لموضوع التشاركية إن كان مع المزارعين الصغار أو بشكل عام لإدارة القطاع؟ أولا إحنا موقفنا طول عمره موجود، طول عمره معلن وطول عمره مطبق على أرض الواقع، إنه إحنا دائما مع تنظيم هذا القطاع، دائما مع تنظيم هذا القطاع، لأنه مصلحة للجميع بما فيهم شركتنا. يعني ما بدنا نقول إنه إحنا يعني ملكيين لدرجة إنه نقول إحنا لا بدناش، لا، هو تنظيم هذا القطاع يعود بالمصلحة على الجميع، على المزارع أولا ولكن علينا ثانيا. هذا أولا. اثنين، موضوع الأحكافية الأخ عباس جزء منه محف، نعم، يعني ما في التكافؤ بالفرص خلينا نسميه ما بين كبار المنتجين وما بين صغار المنتجين. هلا هذه يعني الناس تطلع عليها بشكل طوباوي، خلينا نكون واقعيين، ما راح نوصل لما راح نقول كل المنتجين راح يكونوا بنفس القدرة على المنافسة، يعني هذا الحكي، يعني خلينا نكون واقعيين وعاملين هذا الموضوع. اثنين، احنا بشركة دواجن فلسطين اقل جزء بشغلنا هو تربية الدجاج، احنا 7% من السوق، احنا بالمقابل بناخذ كمان 7% من المزارعين. اي حدا بيطلع على بيانات شركة دواجن عزيزة، كل يوم مقابل كل سيارة تذبحها من المزارع تاخذ سيارة من المزارعين، وبالتالي احنا عندنا علاقة تكاملية مع المزارعين، صح نعطيهم الصوص والعلف لكن كمان ناخذ منهم الدجاج. ثلاثة، حتى بالفترة اللي ارتفع فيها الصوص وصل 25، مظبوط وصل 25، بس أنا طلعت أكثر من مرة على الإذاعات الفلسطينية وقلت أتحدى أي حدا بيجي بقول أنا أخذت صوص عزيزة من شركة عزيزة بالسعر يزيد عن 3.90 دولار بل 3.60 دولار. طيب وين المواقف السلبية اللي بتكون فيها عزيزة؟ أنا شركة كبيرة؟ أو شركة كبيرة. عندها سياسة احتكارية؟ لا. عندها سياسة ضد المزارع؟ لا. وبياناتنا وبتبين هذا الحكي. فالأخ عباس، إحنا مع تنظيم القطاع، مع التدخل الحكومي، موضوع الفقاسات أنا أعطيك إيش جديد، كل يوم بيطلع فقاسات جديدة. أصلا الفقاسات القائمة في الشركة كانت ضغطة وينشأ فقاسات جديدة، ليش؟ وين مسؤولية، وين وزارة الزراعة؟ طب اليوم شو رسالتكم؟ اليوم شو رسالتكم في هذا السياق؟ رسالتنا بلا تدخل على مستويين، على مستوى عاجل من خلال الحد من إدخال بيض التفريق وخصوصا من إسرائيل، إحنا مش مكب نفايات لإسرائيل، هذا طبعا موضوع مهم ومهم طبعا جدا. ثانياً يمكن أنا سمعت طرف حكي لأخ عباس المجالس الزراعية، صحيح، من 15 سنة واحنا بنطالب المجالس الزراعية، ليش لليوم فيش مجالس زراعية؟ ليش اليوم فيش مجالس دواجن فاعل؟ ليش فيش مجالس دواجن عنده صلاحيات؟ ما نعرف. وهذا الحكي عند مين؟ عند الحكومة الفلسطينية، ليس عند وزارة الزراعة فقط، عند الحكومة الفلسطينية. يجب أن يكون هناك تدخل على مستوى سياساتي، مش فقط على مستوى إجرائي وتأخرات. نعم، بدي أشكرك رئيس مجلس إدارة شركة دواجن فلسطين السيد عبد الحكيم فقاء، شكرا لك على هذه المشاركة. أيضا بدي أختم معك نقاش أستاذ عباس، ناش نضلنا نقول كل ما يصير في أزمة في فزعة أو في تحرك، إن كان ذلك على مستوى حماية المستهلك أو الحكومة أو حضرتك أو كل جهة ذات العلاقة. اليوم عشان قطاع الدواجن أو القطاعات الإنتاجية والزراعية الأخرى، شو المطلوب من أجل حمايتها وأيضا تكون الأسعار يعني تناسب كمان دخل المواطن؟ ردات الأفعال ما بتحل المشاكل، لأنه إحنا هذا القطاع من 7 سنين وإحنا في معاب ردات الأفعال، يعني ارتفاعات وهبوطا. المطلوب علاج استراتيجي يبدأ من البيئة الممكنة لهذا القطاع لتمكينه من العمل بطريقة يعني فعالة، والبيئة الممكنة تبدأ بالسياسات. واحد، بالسياسات. أولا، من أجل تقليل تكاليف التربية على المزارع، يعني تكاليف مدخلات الإنتاج، إحنا بنصيح إلنا فترة طويلة على موضوع الاستبداد الضريبي، وبنتمنى هذا الاستبداد الضريبي لقطاع الثروة الحيوانية بما يشمل الدواجن يتفعل هذا العام. هذا على مستوى السياسات. اثنين، الاستبداد الضريبي لسه مش متفعل؟ لسه بادين احنا هلا في الاغنام، وان شاء الله الدواجن مرحله ثالثه، يفترض بعد ما نخلص الاغنام نبدا بالابقار، الحليب، ثم الدواجن. ويفترض انه العام 2022 هو العام يعني المتخصص، ان شاء الله نخلص احنا ومجلس الوزراء نقاشات واليات فنيه لادماج القطاع الثروه الحيوانيه بفروعه الثلاث، ابقار، حليب يعني وانتاج الالبان، ودواجن واغنام. احنا بدينا بالاغنام لانه الاغنام تعرف كلها متكدسي وموجوده في مناطق جيم، وبالتالي منطق جدا نبدا به طبعا، تعزيز الصمود حاليا، تعزيز صمودهم ويضلوا على الارض. فموضوع الاستبداد الضريبي هام جدا على مستوى السياسات والبيئه الممكنه. اثنين،
قانون المجالس الزراعية اللي الآن على مكتب الرئيس بنتأمل، وإحنا بنعرف إنه سيادة الرئيس منحاز لهذه الفئات المهمشة وخاصة المزارعين، وعنده دائما وجعهم واصل صوت هذا الوجع لعند فخامة الرئيس. نتمنى عليه أن يتم الاستعجال بإخراج هذا القانون إلى حيز النور سريعا، لأنه صار له أكثر من شهرين موجود على يعني في مجلس الوزراء، المفروض نسبه خلص منه ونسبه للسيد الرئيس، واحنا بانتظار يعني اصدار القانون من عند السيد الرئيس. انا برايي التاخير والتاجيل فيه بطل له داعي، زي ما انت شايف اليوم نحكي عن انهيار في قطاع الدواجن، بكره حنحكي عن الحليب، واللي بعديه حنحكي عن الخضار، واللي بعديه حنحكي، وكل يوم حنضل اساسيه وحيويه. وبالتالي يعني التدخل الاستراتيجي هو في هذا القانون اولا. هذا القانون عندما يخرج يمكن المجالس الزراعية التخصصية من تنظيم قطاعاتها، وبعدين بتقيم عبء عن الحكومة بدل ما الناس تظلها داقة في الحكومة وتقول وزارة الزراعة وزارة المالية وزارة الاقتصاد. في مجالس وفي مجالس تخصصية عم بتنظم. المجلس التخصصي في الدواجن بيقدر يعمل الآليات والهياكل اللازمة من أجل ضبط إيقاع التسويق بما يضمن عدالة الأسعار ما بين المنتج من جهة، بحيث ما ينزل السعر عن السعر عن التكلفة، وما يرتفعش إلى على المواطنين. صحيح بالضبط، هاي عدالة الأسعار مهمة جدا تعملها المجالس. ولكن حتى تتمكن المجالس من العمل يجب أن يخرج هذا القانون إلى حيز النور. فأنا ندائي للمرة الثانية لفخامة الرئيس والمستشار القانوني اللي عند الرئيس، اللي بالأول القانون بيجي عنده. صحيح. أنا بعرف أنه هلأ الآن ملتهيين في موضوعة المحاكم قضاء. والقضاء والمحامين والكذا، ولكن يجب أن لا نغفل عن الـ يعني القضية الهامة. صحيح. وهي قانون المجالس الزراعية، أن ينظروا إليه بعين الاستعجال والفورية والإلحاح من أجل إصداره، وإلا نبقى نتخبط كل يوم في قطاع. الموضوع الرقابة هامة جدا على السوق، من حيث البيانات ومن حيث الكميات المدخلة، من حيث الرقابة على الأسواق ومنع الإغراق فيها. هذه أيضا من البيئة الممكنة والسياسات اللي تتبناها الحكومة من أجل منع ودرء مخاطر هذه الجوانب. يعني مش معقول ندخل على السوق 6 مليون بيضة ونحن بدنا 4 مليون بيضة. صحيح. سواء كان 6 مليون بيضة رقم دقيق أو غير دقيق، بس ليش ندخل على السوق كميات أعلى؟ صحيح. خاصة أنه هذا استيراد من الخارج. يعني ضمن معرفة الحكومة فيه وضمن معرفتها بالأعداد، يجب أن يكون عندنا يعني رقابة جيدة عليه، ورقابة على الفقاسات اللي بتفقس وبتبيع. يعني الأخ عبد الكريم أنا بحترم اللي قاله، ولكن الآن عزيزة بتبيع الصوص ب 0.3 يعني 3 قرات، ونفس عزيزة وغير عزيزة قبل شهرين كانت بتبيعه ب5 شيكل. فهمني هذه المعادلة على المزارع الصغير، فهمني عليها كيف اليوم بنبيع بنص شيكل وبأقل من نص شيكل على الصوص، وكيف كنا نبيعه قبل شهرين ب5 شيكل. مين اللي بيتحكم في المزارع في مدخلات الإنتاج؟ المزارع. يعني هاي أسئلة مهمة زي ما حكيت فيها، والاستثمارات المسؤولة القائمة على التكامل مع المزارع. نعم، أنا بدي أشكرك الأستاذ عباس ملحم المدير التنفيذي لاتحاد المزارعين الفلسطينيين، وعلى الجهد اللي دائما أنتوا بصراحة عم تبذلوه في إطار يعني أولا تعزيز صمود المزارع، وأيضا يكون في هناك زي ما حكينا أسعار عم بتناسب مع دخل المواطن الفلسطيني في ظل كل الظروف الاقتصادية والسياسية اللي إحنا عم بنعيشها.